بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الرابع من الكتاب 28، كتاب الأيمان. باب يمين الحالف على نية المستحلف. إذا أقسم إنسان يمين، هل له أن يوري بمعنى غيره في قلبه، أو أنه على نية من يستحلف يحلف له؟ يعني مثلا أنت تسألني أين أنت ذاهب، وأنا ذاهب إلى مكان لا أريد أن أعرفك هذا المكان، فيقول لك مثلا تقول فتقول والله لست ذاهبا وأنا ذاهب، والله لست ذاهبا الآن، وأقصد في قلبي أني لست ذاهبا إلى بيتي مثلا، وأكون صادق على هذا المعنى بهذه النية بهذا التقييد، ولكن الذي استحلفني ظن أني أمكث في بيتي. طالما قلت والله لست ذاهبا يفهم مني أني ماكث في بيتي، وأنا أقولها وأقصد أني لست ذاهبا إلى بيتي، يعني كأني مغادرا بيتي. فهمت إزاي؟ فممكن أنا أحلف وأنوي نية تكون على خلاف ما يفهمه المستحلف. فهمت المسألة؟ ما حكم هذه المسألة بقى؟ هل هذا من باب الكذب ولا ليس من باب الكذب؟ ذهب الشافعية ومن وافقه إلى أن الحالف على نية المستحلف إن كان أمام القاضي فقط، إن كان أمام القاضي فقط حيث تقتطع الحقوق، فلا تنفعه نيته الحالف إذا حلف أمام القاضي. لو حلف أمام القاضي، القاضي يفهم الحلف على ظاهر الحلف، على ما حلفك عليه لا على نيتك. فهمت؟ هذا مذهب الشافعية. أما النية فتفيد في الحلف إن كان ليس أمام القاضي، لو كان ليس أمام القاضي أو أمام القاضي ولم يستشهدك، لست شاهدا، واضح؟ وذهب المالكية والأحناف إلى عموم هذا الأمر أنه على نية المستحلف، وأنه لا يجوز التورية لأنه في نوع خديعة، والخديعة ليست من أخلاق المؤمن. والشافعية أجازوا التورية والنية ليس أمام القاضي على سبيل الرخصة حتى لا تكذب فتخرج بهذه الرخصة من حقيقة الكذب إلى معنى آخر. باب يمين الحالف على نية المستحلف. والمستحلف هو الذي يطلب منك اليمين. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يبقى فهموا منها صاحبك أنا الشافعي القاضي،
وقال عمرو يصدقك به صاحبك. وباقي المزاهر فيهم صاحبك مطلقا، المستحلف مطلقا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمين على نية المستحلف. طب الشافعية ليه استثنوها؟ إيه دليل الشافعية في استثنائها أمام غير القاضي؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن في التورية مندوحة عن الكذب، التورية مندوحة عن الكذب، فله أن يوري حتى لا يقع في الكذب، لأن في بعض المواقف أنت لا تريد أن تعلمه وجهتك. باب الاستثناء. يعني إيه الاستثناء؟ يعني إيه أما تيجي تحلف تقول والله العظيم أصوم لله 5 أيام إن شاء الله، أدي معنى الاستثناء، أن أنا أقول إن شاء الله، يعني أعلق اليمين على المشيئة. فتعليق اليمين على المشيئة يمنع الحنث، يمنع الحنث. يعني في الحالة دي أصوم أو ما أصومش ما يجراش حاجة، لأني علقتها على المشيئة. يعني يبقى المشيئة، التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد اليمين، فيبقى يمين غير معقودة كأنها له. فلو قال مثلا أنت طالق إن شاء الله، لا ينعقد طلاق. كويس، إلا إذا نوى بقى، مسألة تانية. لكن أنا بنتكلم كده على هذا اللفظ، أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لغلامه أنت عتيق إن شاء الله. طالما علقها بالمشيئة يبقى كأنه ما قالش حاجة، لأن المشيئة غير معلومة. طالما المشيئة غير معلومة يبقى كأنه ما قالش حاجة. فهمت بقى المسألة؟ باب الاستثناء. وعن أبي قال حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لأبي الربيع، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة. قال محمد اللي قبل أبي هريرة ده اللي هو محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لسليمان 60 امرأة، فقال لا أطوفن عليهن. سليمان سيدنا سليمان النبي، يبقى النبي بيخبر عن ايه؟ احوال بعض الانبياء السابقين. هنا بيتكلم على سيدنا سليمان. كان لسليمان 60 امرأة بين ملك يمين وزوجة. ما هو بني اسرائيل في احكامهم يجوز الجمع بين الزوجات بغير عدد، يعني مش محكومين بعدد، ممكن واحد يتجوز 60 واحد 50 واحد هو حر، ده في الديانة اليهودية. كويس. وفي المسيحية لا يجوز التعدد مطلقا، هي امرأة واحدة ولا يستطيع أن يزوج غيرها في المسيحية. جاء الإسلام وسط بينهم فأجاز التعدد بشروط وجعلها لا تزيد عن 4، واضح؟ فديننا دين الوسط. سيدنا سليمان كان له 60 امرأة، وفي رواية 70، وفي رواية 100، وفي امرأة 90. فالمسألة يقول لك العدد يعني ليس له مفهوم، كأن النبي يقصد انه كان عنده زوجات كتير قوي، يعني واخد بالك؟ زي ما تقول ده انا هاجي لك 60 مرة، يعني هاجي لك كتير قوي، ما توصلش 60 تعدهم يعني. فقالوا ان كأن النبي يريد اكثار من من الزوجات، ان عدد كبير. فهمت؟ عشان ما يجيش واحد يقول لك الحديث ده مضطرب، ازاي مره يقول 60 ومره يقول 70 ومره يقول 80 ومره يقول 90 ومره يقول 100؟ ايه الحكايه؟ لان النبي يقصد التكثير، ان كان عنده زوجات كثيرات على لغه العرب، يعني يقصد يذكر العدد ولا يقصد حقيقته.
فهمت؟ في لغة العرب كتير يستعملوا كده، يقول عدد ولا يقصد حقيقته، فهمت؟ قال كان لسليمان 60 امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى، يعني قال إن شاء الله، لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. يبقى هنا يدلك على أن الأنبياء لهم فحولة غير فحولة سائر الرجال، يعني هما من خصائصهم الجسدية يختلفون عن سائر الرجال. لا يوجد رجل يطيق أنه هو يجامع 60 امرأة في ليلة، يعني عدد كبير كده، لا يطيق، ما فيش رجل يعمل كده. يبقى أنبياء من حيث الفحولة لهم أحكام خاصة، دي حاجة. الحاجة الثانية أن الأنبياء إذا أتوا النساء يأتونها بسبب أمر دنيا أخروي وليس بسبب الشهوة، يعني يقول لك جمعهم عشان يحملوا ويجيبوا فرسان يقاتلوا في سبيل الله، يبقى ليس المسألة شهوة بقدر ما هي عبادة، فهمت؟ يبقى الأنبياء عندما يأتون الشهوة لا يأتونها لشهوتها يعني، بل لكونها عبادة بنيتها، بخلافنا نحن سائر الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي زوجته 9 في ساعة واحدة وبغسل واحد صلى الله عليه وسلم، كان ممكن تحصل كده. يبقى نبينا أيضا، خد بالك أن نبينا أوتي فحولة يقال 40 نبيا، فما بالك بقى إيه إذا كان نبي واحد هو كان يأتي، فده دلك على شدة عفة نبينا بالرغم كثرة فحولته، اكتفى من النساء أقل عدد من النساء تزوجه كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأنبياء بني إسرائيل، حتى أن يقال سيدنا سليمان كان عنده 700 امرأة في بعض الروايات والأحاديث تقول ذلك. فولدت نصف إنسان اللي هو جاء في القرآن إيه؟ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، الجسد اللي هو نصف إنسان، يعني جابت طفل ممسوخ، يعني واحدة بس حملت وجابت طفل كمان مسخ، يعني عبارة عن كتلة كده لحمية وميتة، كويس؟ أدي معنى إيه؟ فتنة سليمان. فتنة سليمان هي عندما قال لأطوفن عليهن ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل ولا واحدة إلا واحدة حملت بشق إنسان، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام، قال ربي إني، قال ربي اغفر لي، اغفر لي يعني نسياني، لأن النسيان لا ليس بمعصية، ولكن عند أهل العزائم والأنبياء يعتبروه معصية، فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا من إيه؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه قصة فتنة سليمان، مكتوب طبعا في التفاسير كلام فارغ لا تقرأه ولا تنقله للناس لأنها كلها إسرائيلية، لكن هي دي الحقيقة. فتنة سيدنا سليمان إنه إيه؟ قال لأطوفن، لأن الفتنة تكون إيه؟ في المال والولد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في ماله وأهله وولده يكفرها الصيام والصدقة والصلاة، وفتنة الرجل في ماله وولده يعني انشغاله بهم، وإن كان مباحا إلا أنه يؤدي إلى قلة العبادة، فهم؟ أدي معنى الفتنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى، لو يبقى يجوز قول لو في بعض الأحيان، هو النبي قال لو، مش في كل الأحوال لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان إن كان اعتراض على القضاء، يبقى لو تفتح عمل الشيطان إن كان اعتراض على القضاء أو ظنا منك أن تصرفك له أثر في القضاء، فهم؟ تقول لو كنت فعلت كذا لكان كذا وكذا، كأنك أنت القضاء واقف على فعلك واختيارك، فهذا لا يليق، فالقضاء سابق على فعلك واختيارك، فهم؟ لكن لو قلت على سبيل التعليم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لولا حثاني قومك بالإيمان لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، مش قايل كده لو؟ يبقى النبي ممكن يقول لا،
يعني في امور مستقبلا بالاجماع جائز، اذا كانت لو تعلقت بامر في المستقبل جائز بالاجماع، اما اذا تعلقت في امر في الماضي ان كان على سبيل الاعتراض لا على سبيل العظه او على سبيل ظن ان فعلك له تاثير في القدر، يبقى هو ده اللي من عمل الشيطان، لان الشيطان يريد منك ان تندم وتتحسر وتحزن، هذا اراده الشيطان. فعشان كده من عمل الشيطان، الشيطان يريد من الانسان باستمرار انه يبقى ندمان وحزين على كل قراراته حتى يفقد الثقه بنفسه، فيصير بعد ذلك امعا، حيثما اشار اليه يسير خلفه، هو يريد الشيطان من الانسان كده. فالانسان عليه ان يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، فيسير بعد ذلك في حياته بشجاعه واقدام، متوكلا على الله، حريص على ما ينفعه، ويعتبر ان كل ما فاته واصابه من مصائب قبل ذلك فهي بقدر الله، فعليه ان يصبر عليها، والله يوفي الصابرين اجرهم بغير حساب. يوم يعيش بهذه الحاله، ايه، في حاله من القوه والايمان والثقه بالله، تغلق عليه ابواب الشيطان. يعني الشيطان يريدك ان تيأس وان تحزن والا تثق في مولاك والا ترضى بقضائه فيك، هو عايز منك كده عشان تبقى زيه، هي دي مذهبه. فنسأل الله السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين هنا على سبيل الاتعاظ ان الله كان قدره متعلقا باستثناء سليمان، فده اخبار يحتاج لوحي، كان الله سبحانه وتعالى قدر في كتابه لو قال سليمان ان شاء الله ارزقه حملا لجميع زوجاتي كما، ولو لم يقل ان شاء الله لا يرزق. فلما لم يقل ان شاء الله وقع القدر المعلق بعدم الرزق بالاولاد. فهمت بقى المساله؟ لان في قدر معلق وفي قدر نافذ. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر، واللفظ لابن ابي عمر، قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله عليه السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. شوف هنا 70 وفوق 60، فهم؟ يبقى ايه المقصود؟ التكثير. يبقى لا عبرة بايه؟ بمفهوم العدد، لا عبرة بمفهوم العدد هنا. لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، يبدو أنه كان مشغول، يعني لما قال كده كان مشغول، شغل بحاجة تانية، فإيه؟ فانشغل عن قوله إن شاء الله. فقال له صاحبه، يعني اللي معاه، أو الملك، يعني قرينه الوازع الملكي اللي في إيه؟ في قلب خاطر كل إنسان، قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من النساء إلا واحدة جاءت بشق غلام، اللي هو ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث، ولو وكان دركا له في حاجته. دركا يعني إدراكا وصولا لرغبته، يعني وكان دركا له في حاجته، يعني إدراكا له إيه لمقصوده. وعن أبي قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وعن أبي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وده يدلك برضو على خرق ايه العادة في الزمن بالنسبة للأنبياء، فضلا عن خرق العادة بالنسبة للقوة الجسدية برضو. فالأنبياء عندهم يفعلون في الزمن القليل ما يفعله الإنسان في الزمن الطويل، فإزاي يعني 70 وأعداد كبيرة كده وفي ليلة واحدة؟ عملية برضو إيه من حيث الزمن،
فضلا عن أننا أيضا من حيث القوة الجسدية برضو صعبة، فدل على أن الله يخرق لهم العادات. يبقى الله يخرق العادات للأنبياء، حتى أن يقال أن سيدنا داود كان مجرد أن يطلب من عبيده أو خدمه أن يسرجوا له فرسه، يعني جهزوا له للركوب، كان يختم الزبور، يعني يقول لهم اسرجوا فرسي، ويقعدوا كده شوية على ما يسرجوا فرسه في 10 دقائق يختم الزبور في 10 دقائق. فهمت بقى ازاي؟ فده دل على ان لهم عندهم خرق ايه العوائد بالنسبة للزمن، فازمنهم غير ازماننا من حيث ايه البركة، فالله يسعها لهم يفعلون فيها ما شاءوا، وهذه كلها من باب خرق العوائد. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. يبقى فلم يقل إن اعتراضا، لا، ولكن نسيانا، لأن الأنبياء لا تعترض ولا إيه ولا تعرض عن ذكر مولاه، ولكن نسيان. واذكر ربك إذا نسيت. يبقى النسيان يقع من الأنبياء، يجوز النسيان في حق الأنبياء لأنهم إنسان، لهم من البشرية أن ينسى، ولكن لا ينسون ما أمرهم الله تبليغه، لكن قد ينسون الأمور العادية، لكن فيما أمروا بتبليغه لا ينسونه. يعني في رواية أنسى، لكن في رواية تانية أنسى. فالنبي ينسى، لكن ينسى ما لم يؤمر بتبليغه، أو ينسى ما أمر بتبليغه بعد تبليغه لينبه. فهم؟ يعني ممكن النبي ينسى حاجة بلغها بعد ما بلغها فينبه. فهمت ازاي؟ زي ما ايه؟ ما في وهو بيقرأ في القرآن مرة استفتحوا عليه أسقط آية، بس كان بلغهم قبل كده وقرأها 100 مرات صحيحة. فهم؟ فقال إني، ومرة سمع واحد بيقرأ قرآن قال إنه أذكرني بآية قد أنسيتها. واخد بالك؟ يبقى ممكن، لأنه هو بلغها قبل كده. يبقى يجوز النسيان في حق الأنبياء فيما سبق لهم البلاغ، ولا يجوز له، أو في الأمور الطبيعية العادية المعتادة، ولا يجوز لهم النسيان فيما أمروا بتبليغه ابتداء. فهم؟ وعلشان كده سيدنا سليمان لما قال له قل ان شاء الله ايه، مش اعرض عن الذكر بل نسي يقول ان شاء الله كعادة الانسان المعتاد. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة. خد بالك، اللي بيقرأ الأحاديث من غير شيخ ما يفهمش، هو مرة يقول 60 مرة يقول 70 ومرة يقول 90، اشطب إسرائيليات. ما هو دي الطريقة، هي دي طريقة في ناس بهذه العقلية. فاهم؟ وبعدين ازاي يعني 90 وهو راجل، يعني ازاي يعني؟ وبعدين ليلة واحدة ازاي يعني لا الزمن يسع ولا القدرة البشرية تسع؟ واختلف العدد، يبقى حديث مضطرب. اسرائيليه يفكر بالطريقه دي، في ناس بتفكر بالطريقه دي، خد بالك. يبقى ما بتفهمش كلام العرب، لان هنا العدد ليس مقصودا لذاته. كويس؟ او ان النبي اخبر عددا واحدا والوهم من الرواه. تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل ان النبي قال مره عدد واحد بس الراوي نسي، هو النبي قال 90 ولا 70 ولا 60، فراوي قال 90 وراوي قال 60 وراوي قال 70. تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل. انا نفسي لو قلت لكم دلوقتي وانتوا عدد اهو كبير، السبحه دي انا جايبها بخمسة جنيه، وبعدين انت بعد كل واحد بعد 3-4-10 ايام كل واحد يتسال هو كان جايبها بكام، واحد يقول يمكن كان ب10، واحد يقول لك لا ب6، واحد يقول لا ب5، واحد يقول ب4، كل واحد على حسب ما يفتكر. فهمت ازاي؟ لانك مش مركز في العدد ذاته. بس ده مش محتمل ولا لا؟ يبقى محتمل الخلاف في العدد في الروايات، تكون وهم من الرواه لعدم ضبط العدد، او ان النبي اخبر بالحديث مره هكذا ومره هكذا ومره هكذا، ولا يقصد حقيقه العدد بل يقصد
ايه التكثير، ان عددهم كتير قوي يعني على عاده العرب. يقول لك ايه، هو انت يا اخي كل ما تمر عليا تسلم عليا 100 مره وانت سلمت عليه مرتين بس؟ مش بيعملها كده، بتحصل عاده العرب كده، فهمت؟ او مثلا ايه، ابنك مثلا خالفك في الامر 3 مرات، تقول له يا اخي وانت تخالفني كده 1000 مره؟ يعني كتير، ما يقصدش الالف، مش عددها له هو، فهمت ازاي؟ يبقى لازم نفهم هذا المعنى. ونفهم تاني ان الانبياء الوقت عندهم ليس كسائر الاوقات، فالله يخرق لهم العادات. فنبينا في الاسراء والمعراج في لحظه من الليل اخترق السماوات والارض. يبقى الانبياء يخرق لهم العادات في الاوقات وفي القدره والقوه، وان العدد لا مفهوم له. لو فهمنا هذه القواعد البسيطه نقرا الاحاديث دي وما نقلقش، فهمت ازاي؟ تقرا الحديث بلا قلق وتقول هذا حديث صحيح من حيث الاسناد، لانه روايه الثقه العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى، يبقى ده حديث صحيح. وان الاضطراب في ضبط العدد لا يؤثر في صحته، فهمت بقى المساله؟ لان دي قواعد مهمه لابد ان تكون في ذهن الباحث والقارئ في كتب السنه النبويه الشريف، والا هياتي بكلام غريب الشكل، يطعن في صحيح مسلم ويطعن في صحيح البخاري ويطعن، زي ما بتسمع بعض الناس بتلاقيهم على النت كده يتكلموا كلام غريب في البخاري ومسلم، ومش قادرين يفهموا هذا لعدم وجود شيخ لهم، وان كانوا اذكياء من حيث الذكاء وسعه الاطلاع، الا انهم لم يقراوا على عالم، وبالتالي تختلط عليهم الامور. ده الواحد فينا لو اتسال يوم ما اتخرجت وبنت النتيجة وقالوا لك انت نجحت، كان يوم ايه في الاسبوع وكانت الساعة كام وكان مين اللي اخبرك؟ وهي حاجة خاصة بيه عايشها هو، يمكن تختلط عليه ما يعرفش يقول، صح؟ بعد ما يكون اتخرج بقاله 20 سنة ولا 30 سنة نسي كان يوم ايه في الاسبوع، ما يعرفش في اكتر. طب اسأل امك، يوم ما ولدتيني يا امي، تكون خلفت 6 7 عيال، كان يوم ايه في الاسبوع؟ وهي امك اللي ولدتك، تختلط عليها تقول لك والله يا ابني مش فاكره، يمكن كان يوم اثنين ولا كان يوم حد، مش فاكره والله، لا لا ده كان يوم السبت، ويطلع لا ده ولا ده ولا ده، نسيت. فدي طبيعه الانسان انه ما يضبطش اللحظات في الوقائع اللي بتحدث له، لانه عايش في الواقعه مش عايش في اللحظه، فهمت؟ طبيعه الانسان كده. فاحنا بنحكي كلام نقل من ايه، من اقوال النبي في مواقف مختلفه، في وجود ناس لا تكتب ولا تسجل، بتكتفي بذاكرتها ثم ترويها بعد 20 30 سنه من الواقعه. فلا بد يحصل مثل هذه الامور، لكن لا تؤثر في المعاني، خد بالك، هي تؤثر في ضبط الارقام. واحنا وعشان كده العلماء قال لك ايه، العدد لا مفهوم له، ريحوا نفسهم، عملوا قواعد. يبقى العلماء لما قعدوا قواعد لانهم ضبطوها من خلال ايه، طبيعه الانسان في الاخبار بالايه، بالامور دي. فهذا لا يؤدي الى اضطراب في الحديث، لان الاضطراب في الحديث من علامات الضعف والاضطراب والاختلاف. يبقى لو كان الاضطراب في العدد لا مفهوم للعدد، يبقى ما يؤثرش في الصحه، فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، ويم الله، يمينه مولظ، ويم الله، يعني زي ما تقول أنت والله العظيم، يبقى ويم الله نوع من الإيه، من الأيمان المغلظة يعني. وعن أبي قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام، سموها إيه؟ يمين اللجاج، يعني يحلف يمين، واللجاج يعني الإصرار، ويصر عليها وينبني على إصرار عليها ضرر للآخر أو لنفسه، ويقول مش عايز أحنس،
فاهم؟ ده اسمه يمين اللجاج. الاولى ان يتركه، والاصرار عليه هو الحرام، لان لا ضرر ولا ضرار. حلف الا يقرب زوجته في وقت غضب مثلا، وعدم قربانه لزوجته يؤدي الى الاضرار بها والى سوء العشره بينهما. يبقى في الحاله دي لو اصر على يمينه ياثم، لانه ينبني عليه ضرر على غيره، بل ضرر على حياته نفسه وعلاقاته بزوجته. يبقى في الحاله دي وجب عليه ان يحنث. فهمت ازاي؟ ده يسمى يمين اللجاج. طب وهل عليه كفاره ام لا؟ الشافعي عندهم يقول لك ولا كفاره عليه كمان، وباقي المذاهب زي الاحناف والمالكيه يقول لك عليه كفاره يمين وخلاص ويخرج منه. والنبي يقول ما حلفت على امر ورايت ما هو افضل منه الا فعلت الذي هو افضل وكفرت عن يمين. الشافعيه فهموا الحديث ده، قالوا ده في المباحات، انما اللجاج في المحرم، وبالتالي لما يحلف يمين في امر محرم ينبني عليه ضرر، عليه ان يحنث فيه ولا شيء عليه. فهمت ازاي؟ ده فهم الشافعي. لكن باقي المذاهب قالوا لا، اذا اراد ان يحنث يحنث وعليه كفاره يمين، ويأثم ان اصر على يمينه التي ينبني عليها ضرر. فهمت المساله؟ يسموه يمين اللجاج. باب النهي عن الاصرار على اليمين، الاصرار اللي هو معنى اللجاج، فيما يتاذى به اهل الحالف مما ليس بحرام. وعنه به قال: يبقى حتى لو كان اليمين على امر ليس حلال ليس حراما لكن يتاذى به الناس، يبقى ملهاش لازمه. زي مثلا ايه؟ يحلف يقول والله العظيم ما انا ساكن في المقطم ابدا، شوارعه مكسره يا اخي، مش عايزين يسفلتوها وعذبونا، ربنا يهديهم. يحلف كده، وبعدين هو اصلا عنده قطعه ارض في المقطم وما يستطيعش انه ايه يشتري في حته ثانيه وعايز يبنيها. فهمت ازاي؟ يقوم يجوا ولاده يقولوا له يا ابونا احنا عايزين نتجوز ابن لنا الحته اللي في المقطم، يقول لهم لا انا حلفت اصلي ان انا ما اسكنش في المقطم. شيء شارع بس العيال عايزه تتجوز وعايزه تبني. فهمت ازاي؟ يعني هو مباح ان انا ابني او ما ابنيش، ده امر مباح، بس انا حلفت وهينبني عليه ضرر. يبقى في الحاله دي ايه عليه؟ الا يصر على حلف. فهمت ازاي؟ وهل عليه كفاره ام لا؟ مذهبان. مذهب يقول لك يكفر، ومذهب يقول لك ما يكفرش ويعمل المصلحه. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يلج احدكم بيمينه يصر. يعني لأن يلج يعني يصر، وإيه؟ لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله، يعني أكثر إثما، يعني أكثر إثما آثم. يعني لو أنت خايف تحنس فتقع في الإثم، طب ما أنت استمرارك في اليمين اللي هنبني عليه ضرر أشد إثما عند الله. فهمت إزاي؟ فعليك ان تفعل اخف الضررين تبع قاعده ايه؟ ارتكاب اخف الضررين، مش كده برضو؟ باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا اسلم، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، أكرمكم الله.